وفي ولاية أدرار تشهد أودية النخيل بمدينة أوجفت خلال موسم القيطنة إقبالا كبيرا من طرف المصطافين والباحثين عن أماكن للاستجمام. ويكثر إقبال الأهالي والزوار على واحة أوجفت بالتزامن مع موسم القيطنة نظرا لما تمتاز به من جودة التمور. موسم القيطنة في مدينة أوجفت ظرفية زمانية تشهد فيها المدينة انتعاشا وحركة إقبال على أودية النخيل، إما من طرف الزوار وإما من طرف الأهالي الذين لا يفوتون موسم القيطنة في مدينتهم المعروفة بجودة تمورها. قطنة توجفت والحقنا الحمد لله على مستوى قطنة جيدة ومضبوطة، وعلى كل حال الله يوفق سنة زينة فتبارك الله. على كل حال ماشي مع أصدقائي في رحلة مع أصحابي، وعلى كل حال كل شيء بخير ما شاء الله الحمد لله. أنا جينا هون لوجفت قيطانة خاطرين هم بلي معروف قطنة زينة، والعام اللي مش الله تبان قطنة زينة حتى، ومتوفر فيه البلح، متوفر فيه إن شاء الله مالي الأمور الأخرى كاملة اللي لازم القيطنة متوفرة فيه. الحقيقة القيطنة فيها تتميز عن البلدات الأخرين أفضل بياس من النقاط، واحدة بلدات زيرات بيض وماها بارد وتقلعها هم اللي نادر ينشبه البلدات الأخرين، ونخلتنا هون بعد المفضلة، احنا الحمر ما نفضلوا عليهمش يقارن خلص فرم اللي أنواعه كاملين عندنا ونتميزوا خاصة احنا لو جوت بتقي درت. ما حققته أودية أوجفت من غزارة في الإنتاج خلال هذا الموسم عامل رغم إيجابيته خلق إشكالية في التسويق أثرت على مردودية المنتوج، ما جعل الواحاتيين يطالبون بتدخل الجهات المعنية. قطعة أوجفت هذه في أكثر من 13 واد واحات متواجدة فيها رابطة واحاتية، طبعا أكثر من 13 واد، وتبارك الله عاملة من النخيل والعام الإنتاج تبارك الله ما قصرنا حجم ولا إنتاج العام كثير جدا وياسر، وهذا يطرح مشكلة التسويق وإلى أين سيصير. عدوه المنتجين بجهودهم الذاتية وصاروا ياسر من الاستثمارات ولا جهود عندهم ما داروا ندوروا حقيقة الدولة السنة هي تدير البالها الإنتاج تجبر المصير. عندنا فعلا شركة التمور ندورها تجيب دورها في هذا المتواجد العام بكثرة حقيقة، الأسواق ما مستوعبينه ورعي ذاك ما هو مجابر البيع في السوق ولا ينباع. تنظيم السوق والتصدير والإيران هذا يلا تعود عنده مدعاة فعلي. حسب من التقيناهم من المزارعين فإن وضع خطة واضحة المعالم للتسويق وخلق آلية للحفظ والمعالجة عاملان كفيلان بتثمين منتوج أودية أوجفت من التمور وغيرها من واحات النخيل بأدرار. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة أوجفت.